يابا صارت عندنا صارت بس باعوها شلونها؟ يلا عيني تعالوا كمل الاكل. يابا اذا تريدون الاكله تطبخوها وهيجي تنمسح مسح خليكم ويانا. السلام عليكم اصدقائنا، اليوم راح نسوي هنا شنو عيني؟ افخاذ الدجاج وياها خضار وشنو بالفرن تدخل وتتحمر عيني وشلون خلطه راح اسويها خلطه غير شكل. في المكونات جدا سهله وبسيطه، اللي راح نحتاج هنا عندنا اجنحه مال الدجاج. بالنسبة للخضار هنا عندي البوتيتا، عندي طماطة، البصل، الثوم، الفلفل، أي شيء متوفر عندكم يصير، زين عيني؟ وأي شيء إذا ماكو بس الأفخاذ هم يصير، بس هذني راح تعطيه النكهة كلش طيبة، وأكيد حيعطي فيتامينات للعمال على مود يشتغلون، وما ننسى أكيد هاي الحلقة برعاية زيت زيتون منتجات اليوبار. على رمضان أنصحكم تشترون زيت زيتون وتخلوه عندكم اللي راح تستفادون كلش فيه. هذا الزيت زيتون يتميز بشنو؟ خالي من الكوليسترول. يعني اي واحد عنده شغلات بالقلب او شيء صحه وسلامه الجميع، فاكيد هذا راح يفيد ان شاء الله. هاي وصفتنا هذا اليوم، تعالوا نبلش نسويها. يلا هسه اصدقائنا نجيب هنا اول شغله، هاي مالتنا نخلي بيها الاجنحه. شوف شلون عيني، هاي الاجنحه نخليها. هسه نجي نقطع الخضار، بس قبل نقطع الخضار لازم نغسل التخته اللي حطينا عليها الدجاج، ضروري على مود نتجنب شغلات التسمم. يلا يعني خلينا نغسلها ونرجع لكم. وهسه نشف التخته زين. اول ما نبلش بالبصل اصدقائي، هذا البصل نقطعه، ما تقطعه ناعم كلش ولا خشن، يعني وسط. هذا البصل خلصنا. هسه نبلش شنو؟ بالبوتيتا. البوتيتا نفس الشيء، وسط، لا خشنه ولا ناعمه. هسه شنو؟ نجيب الفلفل همين اصدقائي عندنا هنا، وهمين ما قطع ناعم كلش، هيجي. الفلفل الاحمر نفس الشيء. مو شرط في الالوان، اي شيء متوفر عندك. وبالنسبه للطماطايه وهم نقطعها دوائر لا رفيعه ولا خشنه. وبالنسبه للثوم هنا راح نسوي عندنا بالمهراسه. هسه اصدقائنا بعد ما ثرمنا المكونات مالتنا والدجاج صعد جاهز، شوفوا ايش قد سهله هاي الوصفه. شوفوا نجيب الثوم هنا اول شغله نخليه نهرس الثوم. اها هاي بعد عندي وحده. الوصفه هاي جدا حلوه وسريعه وما تاخذ وقت، يعني الناس الموظفين اللي عندهم شغل اللي هذا عسل يجي يسووه وخلاص والكل تاكل. شو نسوي يعني؟ نجيب البصل والبوتيتا نخليه يسوي هنا. شوف هي هاي الاكله هيك. شوف اصدقائنا اول شغله الملحه، حكي عدل ملحها زين. ليش؟ البوتيتا تحتاج ملح والدجاج تحتاج ملح وكله راح شيء يمتص بشيء. هنا راح نحتاج كاري شويه. زين اذا ما عندكم كاري حطوا بهار تندوري، واذا ما عندكم تندوري تحطون بس كاري، يعني تكفون الكميه. هاي التندوري هذا مال الدجاج طعمه كلش طيب. هواي ناس يقولون وين تلقى تندوري مال الدجاج؟ موجود بالمانيا بالاسواق التركيه منتجات تي ار اس. ثاني شغله بالعراق موجود بالشورجه، احنا في مطاعم بالعراق نجيب تندوري دجاج موجود. تلقون لونه مو شرط احمر، اكو غير لون، بس الافضل يكون لونه احمر. الاحمر هو حاطين له بودره الشوندر. التندوري كلش طيب ويا الدجاج، وانا انصح كل واحد يريد يسوي دجاج حتى لا تكل دجاج انقل يحط له تندوري كلش طيبه. شويه فلفل ابيض ويا الدجاج، تحطون فلفل ابيض يعني شويه حراره خفيفه، لازم تكون شويه بيها حموضه. احنا العراقيين نحب الاكل هيك دجاج ويا شغلات لازم شويه بيها حموضه. شو نحط؟ ليمون دوزي. نجيب رشه من الليمون دوزي، بس ما نخلي هوايه، يعني كميه هيجي بس مجرد انه شويه بيها حموضه. عندي هنا شنو؟ عصير حامض الليمون. رشه خفيفه هيجي. اها شوف شوفوا. اجيب هنا احط له شويه خل. خل ابيض، خل عنب، خل تفاح، حلو يتوفر عندكم، انا هذا خل ابيض. حلو، هسه شنو نجي هنا على زيت الزيتون. هذا زيت زيتون منتجات اليوبارد. اتمنى لكم صحي. نحط رشه من عنده. حتى شنو يستوي عندنا الخضار كله وصارت اكله صحيه. هسه شنو عندنا؟ خلصنا هاي كلها، خلينا نجي نخبطها. مثل ما تشوفون اصدقائي صفطتهن الاجنحه، هذا منا من فوق جلد يكون، حتى شنو عندنا؟ تقعد شكلها حلو من نخلص الطبق ويا خضار، يعني صحيه 100%. هسه نجيب الطماطه ونخليها هنا بهاي المكان الفارغات يعني هنا. حلو؟ الامور تمام، وحده ناكلها. طيب هاي الطماطم يا حموضة شوي على الطماطم، راح احط لها ملح.
بس على الطماطم يعني ملحت حلو الواحد يغمس بها هيش يطلع نكهه مال ملح تخبل. هذا اصدقائي مالتنا صار جاهز، تعالوا هسه على الفرن. يا بنت تبشي صار عندنا جاهز، يلا تعالوا. طبعا هذا الفرن شوي يختلف عن مال البيت، فرن المطعم هذا. نفتح نقول بسم الله. درجة حرارة 180 وقت 35 دقيقة. يلا ننتظر 35 دقيقة بدنا نحضر شوية خضار شغلات وياه هيك هس خضورات جرجير على الفجل. يلا. يابا صارت عندنا، صارت بس باعوها شلونها؟ هو ويلي يابا. هو ويلي يابا. جماعة يصحون منك هو ويلي يابا. وهذا التبسي مالتنا الزقانة بس شلون شكله؟ ويلي يما 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 الريحة ما تنوصف. وشنو عيني وياها هنا؟ عندي شوية فجل، عندي هنا خس، جرجير. خليني اجيب الخبز نسيته حتى نذوق اشوف لك عيني يما يما. بس واو لا محترق ولا ملشوع ولا يعني هيك لسعة خفيفة بسيطة حتى تطمس بها. يما 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 بركاتك حركاتك. يابا نجيب الخبز مالتنا ونقول بسم الله. بس باعولي باعولي باعولي. شو 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 شلون داخل مستوي. باعو باعو باعو. هو هذا المطلوب. وشنو عيني؟ نجيب ويا هنا هذا البصل والبوتيتا. وعلى البوتيتا منتهي البوتيتا. هويلي يابا ايش قد طيبة. انصحكم تسووها زقي، انصحكم تسووها. شوية خضار وشوية خس وياها. هذي التبسي مالتنا كلش طيب، انصحكم تسووه. لينا اصدقائي خسرة حلقتنا هذا اليوم، ان شاء الله عجبتكم. شكرا لمنتجات ليوبر على رعاية هذا الفيديو. تحياتي لكم، شيف سناد العويدي، مع السلامة وباي. يلا عيني تعالوا كمل الاكل. يا اذا تريدون الاكله تطبخوها وهيجي تنمسح مسح خليكم ويانا.